حدث مهم يعني جدا وحدث هام جدا. عايزه اقول لك يعني ان هاد يمكن كان في ارتياح كبير جدا في الشارع المصري والشارع العربي، واشاده عالميه بجهود الوساطه المصريه القطريه اللي ادت لوقف اطلاق النار واقرار هدنه انسانيه حقنا للدماء الفلسطينيه. تليها كمان اتمام صفقه تبادل للاسرى والمحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. طبعا هيتم الالتزام بالهدنه بين الطرفين لمده 4 ايام، هيتم وقف كافه الاعمال العسكريه لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع. طبعا الوساطة المصرية في موضوع اتفاق الهدنة بيعتبر امتداد للدور المصري الكبير المبذول على مدار تاريخ القضية الفلسطينية اللي كلنا شفناها. وعايزة أقول أنه أبرز البنود اللي تم الاتفاق عليها الطرفان هو بتتمثل في إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا، وإطلاق كمان سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19، وكمان مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19، وده طبعا بحسب الأقدمية. الحقيقة انبسطنا امبارح جدا حقيقي. واكيد اكيد يا فرح، يعني دايما خلينا نقول ان الحلول عند الدولة المصرية بتكون قوية، وما نقدرش ان احنا ننكر ابدا الدور التاريخي لمصر تجاه الاشقاء في فلسطين الحبيبة. خلينا كمان نأكد على ان اتفاق وقف اطلاق النار واقرار هدنة انسانية هيشمل وقف حركة الطيران في جنوب غزة، وده على مدار 4 ايام، ووقف حركة الطيران في شمال القطاع، وده لمدة 6 ساعات يوميا، هيكون من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء. طبعا الجهود اللي بذلت لتنفيذ الهدنة استمرت على مدار أكثر من أسبوعين، وشارك فيها مسؤولين مصريين كبار، وحضروا طبعا مباحثات واجتماعات عديدة بين مسؤولين من الجانب الإسرائيلي وحركة حماس. وطبعا ده كان بتنسيق كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وتعاون قطري، وأثمرت الحمد لله هذه الجهود يعني عن الصفقة اللي وصفها البعض بالتاريخية من بداية طبعا إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. أكيد كلنا شفنا المجازر، أكيد طبعا شفنا جرائم الحرب اللي جيش الاحتلال قام بيها، راح فيها أكيد يعني كل الأبرياء والأطفال والنساء مع الأسف. أكيد كلنا يعني نفسنا نقدم الكثير والكثير عشان طبعا يعني نقدر إن احنا نوصل لهدنة على الأقل. يعني ما فيش من سبعة من يوم 7 أكتوبر لحد النهاردة هم ما وقفوش يوم إطلاق النار مع الأسف، فالحمد لله إن مصر قدرت توصل دي طبعا فعلا حاجة كلنا كنا مستنيينها فعلا، يبقى في هدنة يبقى في شوية سلام بين الناس والأهلنا في فلسطين، بس نتمنى يبقى في وقف إطلاق النار إن شاء الله، وقف تام إن شاء الله، إن شاء الله يعني إن شاء الله إن شاء هيوقف إطلاق النار، وإن شاء الله ربنا فلسطين دايما يا رب. حرة، وان شاء الله هم قدها وقدود طبعا. ودايما بنقول ان فلسطين هتقدر وربنا هينصرهم طبعا على قد صبرهم وعلى قد يعني ايمانهم الكبير طبعا بقضيتهم، ان شاء الله ربنا هينصرهم، ولكن يعني ما فيش اي حاجه نقدر نعملها غير ان احنا ندعي لهم، والجهود مصريه طبعا طبعا زي ما احنا شايفين هي كثيره جدا.